بعض الكيلومترات من الحدود الليبية التونسية يقع مخيم شوجة، ومنه مر الألاف من اللاجئين منذ اندلاع الثورة الليبية في فيفري 11 و2000. هناك تبدو ظروف العيش صعبة بحكم ضيق الأفق وقسوة الحياة ونسقها الذي يميزه البطء والانتظار في خيام زادتها حرارة الشمس لهيباً. سيظل مخيم شوشة في ذاكرة الطفلة ريان وفي ذاكرة الأطفال الآخرين الذين ولدوا أو قضوا فيه بعضاً من طفولتهم تحت خيامه. بعيداً عن حياة الناس الطبيعية التي يجهلونها، تظل هذه الألعاب وهذه الأشكال الاصطناعية بالنسبة لهؤلاء الأطفال الوسيلة التي تنمي إدراكهم بالعالم من حولهم في انتظار مصيرهم التي ستحدده الأيام القادمة. بعد سنة ونصف على ولادة ريان وعلى عمر مخيم الشوشة، عدنا لنرصد حياتها وحياة اللاجئين فيه. لكن هذا كويس ناخذها. قال هذا كبرت وتقدر تعيش من غير حليب، اما هذا امها ترضى. This is a Shusha transit camp, which is currently hosting some 2,600 refugees and another 170 asylum seekers. The UNHCR, the refugee agency, was mandated to find solution for refugees here, and another operation is helping the Tunisian government to find resettlement opportunities for the refugees from Shusha camp. We would like to close the camp by next year, but we understand that there are constraints by resettlement countries to speed up the procedure and processes to allow refugees to leave the camp. There are countries whereas the procedures take between 1 month and 3 months for a refugee to leave from Shusha, and there are other countries which, you know, a bit slower for undertaking all the needed procedure for the refugee to leave from Shusha. تحاول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقديم ملفات اللاجئين الموجودين في مخيم شوشة إلى دول إعادة التوطين، وحتى الآن قد نجحنا بإعادة توطين تقريباً 1465 لاجئ الذين غادروا إلى دول مختلفة لإعادة التوطين، من أبرزها السويد والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية، وتم قبول 900 لاجئ آخر هم في طور التحضير للمغادرة خلال الأشهر القادمة. وحالياً هناك بعثة من ألمانيا تدرس ملفات اللاجئين وسوف توافق على إعادة توطين 200 لاجئ، وفي الأسبوع القادم هناك أيضاً بعثة من إسبانيا سوف أيضاً تدرس ملفات اللاجئين لإعادة توطين 85 لاجئ. فالجهود مستمرة لإعادة توطين اللاجئين في مخيم شوشة، ونأمل أن نتمكن من توطين القسم الأكبر وإغلاق المخيم ربما في منتصف العام القادم إن شاء الله.
تقريبا 168 تشادي متواجدين في داخل المخيم، 80 منهم رجعوا ليبيا، اتخوفوا لما المكتب حددتهم بالترحيل الاجباري، 80 رجعوا لليبيا، 4 منهم وصلوا ايطاليا، 76 ما معروف من الميت ومن في السجن ومن المفقود. بالنسبة للملف بتاع الشاديين مسكر بصفة عامة من 6 مارس 2011 ولعند الآن شادي واحد سافر، واحد فقط، وهذا طفل عمر 17 سنة. هو طلب للطالبين هو مراجعة ملفات اللاجئين الوطنية، لأنه اليوم تحطوا خيار يا إما يرجع لليبيا ولا يرجع لبلاده، ونعرف الوضعية في ليبيا ونعرف الوضعية في بلاده. يرجع لليبيا متهم على أساس أنه كان كومبليس مع النظام السابق مع النظام الليبي، ويجب يكون محل تصفيات أو إيقافات أو كذا، فمع اخترع على حياته، وكذلك أوضاع في بلادهم أوضاع غير مستقرة، ونعرفها الأوضاع في الصومال في السودان في تشاد إلى آخره إلى آخره. فبالتالي اليوم اللي طرحين إعادة النظر. المشاكل عندنا كثيرة. نحن من جماعة الجديد اللي أجوا قبل يعني شهرين سيئة كده، وحتى الآن نحن موجودين. نحن من طلاب الذين يدرسون مدرسة DRC. مهم عندنا نحن ندرس، ولكن ليس لدينا أي يعني مساعدات ثانية. لدينا حرية كاملة، نحن ما نروح بعيد، ولكن نروح يعني من شوشة إلى بنقردان، نروح هناك، اللي يبغى حاجة في هناك يذهب ويرجع بحرية وبأمن واستقرار. هذا هو تمام يعني ما شاء الله. ونحن نطلب يعني من العالم كله وخاصة الهيئة التي يعني تراعينا الآن، وإن شاء الله يعني أن توهب لنا يعني بأفضل مما نعيشه الآن. هذا هو مما نطلب. ومعنا بعض الناس يعني الصغار والأطفال ومن شبان متوسط، يعني عندنا الكثير، وعندنا المريض، وعندنا يعني لظروف مختلفة، وكلنا يعني نريد المساعدة من العالم كله. هنا معناها متكونة من طبيبين، من 3 ممرضين، من عمال معناها يساعدوا فينا باش انهم يقوموا بالواجب نتاعنا، باش انهم ناخذوا اون شارج دو بوان دو ميديكال، فهمتني. عندنا لهنا وعندنا زاد زود دو بسيكولوج اطباء، واحد اخصائيين نفسيين تعرف بعد الحرب مع المشاكل اللي عاشون في كثير، ثم كثير لاجئين عاشوا مش حرب واحدة، عاشوا حروب متعددة، فهمتني. وهذاك معناها سوغفلات سوغ البلان مونتا، فهمتني، يتبعوا زادا. ثم برشا هما في المخيم عندهم مشاكل نفسية ناتجة على الوضع الحالي في المخيم. كما تعرف عندهم توا فوق من عام موجودين هوني، حاجة طبيعية اللي هما تكون عندهم معنى ديبرسيون ولا انكسيتي حاجه دقيقه، فهمت. هذيك معنى اغلبيه المشاكل النفسيه الموجوده هنا للديبرسيون ولا انكسيتي. فما مشاكل اخرى مي مش برشا. دكتور، نعرف اللي حوالي 3000 لاجئ موجود في شوشه، معدل كم من مريض ياتيك في اليوم؟ المعدل نتاعنا احنا يتراوح تقريبا في 60 بين 50 و60 مريض، 70 أيام التواصل، 50-70 مريض يومياً يجوا على مختلف على أسباب مختلفة. عندهم توا
كنت أكثر من سنة متواجدين لنا في مخيم شوشة. نعرفوا أغلبيتهم، نعرفوا الأمراض متاعهم، نحاولوا أن نعالجوهم. ثم أسباب مرتبطة بالأمراض، مرتبطة معنا بالبقاء متاعهم لهنا، اللي هي كل الأمراض الجلدية، الأمراض الحساسيات الموجودة عندهم، ثم الأمراض العادية. أكثرية الناس لهنا معناها المعدل العمري نتاعهم صغير، هذاك علاش ما فماش أمراض خطيرة. والأمراض الخطيرة معناها بمساعدة السلطة التونسية ووزارة الصحة التونسية أخذناهم أون شارج، ومعناها قاعدين يتبعوا وياخذوا في البلاد نتاعهم. إطار إحاطة والرعاية النفسانية للاجئين بمخيم شوشة، يعني تقوم المؤسسة يعني العسكرية بصفة عامة من خلال الأخصائيين النفسانيين المتواجدين على عين المكان بمقابلات نفسانية مع اللاجئين، وتكون معناها مهمة الأخصائي النفساني أولا في القيام بالمقابلة النفسانية التشخيصية عند الطلب. لا تقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتفرقة بين اللاجئين بناء على الدين أو على أي أساس مشابه كالعرق أو اللون، وإلا لم نكن لنختلف عن الدول التي هربوا منها. وطبعا عدد أغلب اللاجئين في المخيم هم من المسلمين، وعدد الديانات الأخرى قليل جدا، فربما إذا تم توطين لاجئ واحد من ديانة أخرى يظهر وكأن الأمر كبيرا جدا، لكن في الحقيقة ليس هناك أي اختلاف وأي تفضيل في طرح الملفات بما يتعلق بالديانة. والحالة الوحيدة الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية وأمريكا تتلاف راود ليس بالعدد الكبير ولا بالعدد الهائل كذا، يعني إمكانية مراجعة فتح الملفات واستيعابهم بالهلوة. أما بالنسبة للفلسطينيين فالموضوع معقد أكثر من ذلك، فلا يوجد أي دولة إعادة توطين. قد عرضت علينا مقاعد مخصصة للاجئين الفلسطينيين بين المقاعد التي تعرضها لإعادة التوطين، ولكن نحن بصدد البحث مع الجامعة العربية للتوسط مع بعض الدول التي هناك علاقة بين بعض اللاجئين وهذه الدول، سواء علاقات إدارية أو قانونية، لكي تقوم هذه الدول بإعادة استقبالهم. أما في حال رفض اللاجئين للعودة إلى تلك الدول فنحن أيضا في إطار المباحثات مع السلطات التونسية لإيجاد حل بديل لهم ربما يكون باستقبالهم في الأراضي التونسية. أعرف أن القانون التونسي لا يسمح بتوطين هؤلاء اللاجئين، وأكبر دليل لوجود الفلسطينيين اللي في المخيم 21 فلسطيني ووجود عراقي، يعني حتى الفلسطينيين بالنسبة لهم ما زالوا في الوضعية، يعني الفلسطينيين ما زالوا في وضعية زادة هم أولادهم وضعية أقل ما يقال فيها، معناها وضعية صعبة بالنسبة لملف تشاد. يعني بالنسبة للقانون التونسي ما عندناش قانون، ما عندهمش حتى حقوق. إذا كان من تتكلم عنهم قد تم رفض ملفهم ومن حقهم تقديم الطعن ويتم إعادة دراسة الطعن، وبعد ذلك يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص الملف. فإذا تم رفض ملف طلب طالبي اللجوء من الجنسية التشادية فهم لا يعتبروا لاجئين. وطبعا مخيم شوشة هو مخيم مفتوح للاجئين،
ولكن من الناحية الإنسانية هناك بعض الأشخاص وعددهم في المخيم حاليا 285 شخص من الذين رفضت ملفاتهم ورفض طلب اللجوء من المفوضية لأنه لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، وهذا من جنسيات شادية وجنسيات أخرى كثيرة. Every day, war forces thousands of innocent families to leave their homes. Families like yours. Des familles comme la vôtre. Family like mine. Familia como la mía. Ostratum ka ostrati. Para escapar de la violencia, dejan todo atrás. To escape the violence, they leave everything behind. Everything behind. Everything. Du gang wai kang lang. Everything. Except their hopes and dreams. Sauf leur espoir et leur rêve. We believe all refugees deserve the right to protection and to live in safety. Together, we need to send a clear message to government. We must act with solidarity and take shared responsibility. We stand together with refugees. We stand together with refugees. Please stand with us. نحن نقف مع اللاجئين. Por favor, únete a nosotros. Por favor, únete a nosotros. Please stand with us. Please sign the petition today. À vous de signer la pétition. Please sign the petition today. We stand together with refugees. Компания поддержки беженцев из refugees. Estamos juntos con refugiados. Мы стоим вместе с refugees. We stand together with refugees. Estamos juntos con refugiados. We stand together with refugees. We stand together with refugees. Please stand with us. العالم ما يقارب 65 مليون ونصف لاجئ في العالم، فإذا قارنا وجودكم في تونس فهذا شيء عدد بسيط مما في العالم من الأخوة اللاجئين واللاجئات. المفوض السامي للأمم المتحدة السيد فيليبو غراندي قال في كلمته اليوم أن اللاجئ مصر على البقاء مهما كانت الظروف، فهو يحب البقاء ويحب الاستمرارية. مهما كان القهر فهو يحيا، ودائما كالزهر لا يموت. A bowl is like a world which at times we don't want to see. That is why it's so important to share it with whoever is closest or furthest away. To pass that bowl, to give it life, to be part of a great move, to achieve what seems to be so important. Live each day until I die, and know that I am something in somebody's life. The hearts I have hurt be the proof that I leave, that I made a difference, and this world will see I was here. I lived. I was here. I did. I've done everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave my mark so everyone will know. I've done everything.
فوج النادي الإفريقي بكأس تونس للمرة 12 في تاريخه. أزل الستار في ملعب رادس رسميا على موسم 2016-2017. حفلة مهمة جدا على اعتبار ان فيها عدد كبير من اللاجئين مختلف الجنسيات، ومع عدد كبير من يعني الحاضنة الشعبية للشعب التونسي اللي هم ينجموا يكونوا يعني خطوة كبيرة نحو الاندماج ويعرفوا برشا حاجات في المجتمع التونسي. الاول كي جيت ما كنتش متعلمة بالباهي، من بعد معنا كي اندمجت معاه وليت شوي شوي لما تعلمته كل على خاطر ولدت هي زادة في الدار نخدم المزيكا ونشرح. باقنوط بنت المحامي دايشة ريشة بريشة عامين ما يكملوش نجيشة مرحبا بكم وشكرا على تلبية الدعوة زميلتنا وزملائنا وأصدقائنا وصديقاتنا الإعلاميات والإعلاميين من مختلف المؤسسات التونسية. نحتفل اليوم باليوم العالمي للاجئ، واليوم أردنا أن تكون فرصة ولقاء مع الزميلات الإعلاميات والإعلاميين لمناقشة وضعية اللاجئين في تونس وهل من ضرورة لقانون وطني لحماية اللاجئين في تونس، والمساهمة من خلال تغطية موضوعية وحرفية وإنسانية للمسائل المتعلقة باللجوء. أولئك الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم وقراهم ومدنهم وبلدان منشأهم خوفاً على حياتهم وبحثاً عن ملاذ آمن في بلد آخر هو تونس. هذا البلد العزيز هي إحدى الدول التي لجأ إليها بعض هؤلاء الأشخاص. تحية في وسائل الإعلام ولكل الإعلاميين والإعلاميات الذين يصاحبون تجربة المفورية السامية ومختلف منظمات المجتمع المدني في سعيها إلى حماية حقوق اللاجئات واللاجئين. اليوم العالمي للاجئ هو مناسبة تذكرنا بألم اللاجئين، ولكن كذلك تعطينا أملا في أن مجهودات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها من المجتمع المدني قادرون على أن يمنحوا اللاجئين واللاجئات بعضا من الأمل. اليوم كانت احتفالية مع الإعلاميين والإعلاميات، حابين ننظم لقاء إعلامي مع الإعلاميين والإعلاميات لتقديم جملة من الاستفسارات حول القانون الوطني للجوء. هناك رغبة حقيقية الآن في أن تسرع المؤسسات الرسمية ومجلس نواب الشعب في اعتماد هذا القانون. القانون جاهز،
قامت بإعداده وزارة العدل بالتعاون مع عديد الأطراف الدولية والوطنية. القانون جيد بصفة عامة، ونحاول الآن عن طريق الاتصال بالكتل البرلمانية وكذلك بلقائنا برئيس الحكومة الذي عبر عن دعمه لهذا المشروع، نحاول أن نسرع باعتماد هذا الإطار القانوني الذي سيكون أول قانون في البلدان العربية يخص قضايا حقوق اللاجئين. الكل نشتغل لمناصرة قضايا اللجوء في تونس، وقد تم إطلاق الحملة الوطنية اللي منذ شهر ديسمبر نحن قمنا أطلقنا الحملة هذه، واللي ساهم فيها كل أعضاء الشبكات اللي كنت نتحدث عليهم تحت شعار احنا كنا حاسين بهم اما يلزم قانون يحميهم. هذا القانون الذي سيمكن اولا من التعريف الواضح للاجئ وإحداث هيئة وطنية تعمل على حماية اللاجئين. تونس ما عندهاش قانون وطني للهجرة واللجوء، بالتالي تبقى ديما المسألة السيادية هذه مهمة أن تونس يكون عندها، لأن إذا كان جاء عندنا قانون وعندنا هيئة وطنية كنا إحنا نسندوا بطاقة اللاجئ، صفة اللاجئ لكل من يطلبها. تجربة 2011 أثبتت أن هناك استعداد من التونسيين والتونسيات للتعامل مع قضايا اللجوء، فقط يجب أن نحول هذا الاستعداد لدى جزء من الشعب التونسي أن نحوله إلى إطار أو منظومة كاملة قانونية ومؤسسية واجتماعية واقتصادية حتى تتمكن من تحويل هذا الاستعداد إلى يعني برنامج وطني حقيقي للتعامل مع اللاجئين. مساء الخير. طبعا هذا أفضل يوم لي كنت أو أكون فيه في تونس، إنه أكون مع الأخوة والأخوات اللاجئين واللاجئات. فهذا اليوم طبعا يوم إحياء يومكم ويوم لكم. طبعا قبل كل شيء نحن الآن في بيت الكشافة التونسية، هم شركاؤنا ودائما معنا في الأمور الإنسانية. فطبعا إذا دخلنا بيت دائما لازم أن نحيي صاحبه، فتحية كبيرة للقائد سيد وحيد قائد الكشافة التونسية، ونشكره على استضافة هذا اليوم الإنساني العالمي. عندنا طبعا ممثلة الخارجية التونسية السيدة ياسمين بن محجوب، فهذا طبعا شرف لنا ويدل على شيء، يدل على أن الحكومة التونسية دائما معنا في رعاية وحقوق اللاجئين ودائما معكم. كمان أيضا عندنا ممثلين عن شركائنا جميعا، وممثل الإقليمي للصليب الأحمر الدولي سيد ماركوس، وأيضا لا ننسى أن بينكم هنا أخوان وأخوات من الممثلين والمطربين والإعلاميين من تونس جاءوا ليكونوا معكم في هذه السهرة الجميلة، في هذه السهرة ليقولوا لكم أنتم لستم وحدكم، نحن جميعا معكم. Every day, war forces thousands of innocent families to flee their homes. Families like yours, families like mine. To escape violence, they leave everything behind. Everything except their dignity and a hope for a future. They become refugees. These innocent people have the right to live in safety. Every day, thousands of people
run from war, persecution, and terror. Even one is too many. One family forced to flee is too many. One child growing up in a camp is too many. One refugee without hope is too many. Do one thing. Visit UNHCR.org and learn how you can make a difference. 20 جوان دائما هو احياء لليوم العالمي للاجئ وطبعا تعبير للتضامن مع اللاجئين في العالم وايضا ان نعطيهم رساله بانهم ليسوا لوحدهم نحن دائما معهم الى ان ربنا يفك الازمه ويرجعون مكرمين معززين الى بلادهم واوطانهم حبيت نرحب بكم الكل هنا في تونس بلادنا تونس تلت سنوات ديما ترحب بالضيوف نتاعها انتم بالحق شرفتونا ونورتونا بوجودكم لهنا يقولوا لي احنا مستدعين بحضيكم لهنا وفما عشاء مع لي ريفوجي انا قلت مش دي ريفوجي نقول ولاد البلاد تونس بلادكم مرحبا بكم في اي وقت ما لازمش يكون فما حدود في المحبه وكيما يصير على غيرنا كيما ينجم يصير لنا ولذلك لازم قلوبنا تقعد ديما كبيره وديما مع بعضنا يد واحده حاجة تمس الإنسان اللي أنا نجم نساهم فيها حتى بحاجة رمزية نحب نكون موجود فيها بينسور معناها خاطر أقل ما نجم نعمل خاطر ساعات نبدأ نشوفه في برشا قهر وظلم ومجازر وحروبات وكل شيء ساعات نحسوا روحنا عاجزين حتى غنياتنا ساعات نحسوا اللي هما مش قاعدين يعملوا سوفيزامون غبينا كان نمشيوا سيغ تيغا ولا كان نعاونوا كونكريتمون ولا حاجة كما رأيت في هذا الأمسية الجميع كعائلة واحدة لاجئ تونسي غير تونسي أمم متحدة غير أمم متحدة كلنا أكلنا من نفس الحساء الكشافة عندها تاريخ عريق في خدمة وتنمية المجتمع وفي التطوع وخدمة اللاجئين تربطنا مع المفوضية السامية للاجئين علاقة اتفاقية الشراكة وهي اتفاقية تمكن الكشافة التونسية بالقيام بدورها وبتجسيم العمق التربوي الكشفي على الميدان المنظمة نحن التونسي الشريك الفاعل على الميدان مع المفوضية السامية للاجئين هذا منذ الاستقلال وتعززت هذه الشراكة خاصة بعد 2011 عند توافد اللاجئين للبلاد التونسية الدور الهلال الأحمر التونسي دور في الإحاطة الاجتماعية الإحاطة الصحية والإحاطة الإدارية للاجئين الموجودين في البلاد التونسية وخاصة في تكوينهم وإدماجهم وخاصة هذه التجربة التونسية اللي فخورين بها على
c'est ma première fois de faire de participer à un événement comme ça. Voilà, moi je suis pas réfugiée, mon mari est réfugié. Voilà, donc ça me fait du bien, ça me fait plaisir d'être parmi ces Tunisiens, partager leur histoire et tout. I think it's something very important, especially for the population of refugees in the world, because it's a day that try to make the awareness of our situation in the world, because there are many people who do not really know about refugees and the situation we go through. And also, I think this day also many people are educated about our situation, because some people feel maybe refugees are people who are poor or people who are not educated, but they don't know we may have some problem that pushes us to this situation. And every country has to accept us with this situation and sympathize with us. So this day is very important, because it really awaken people, sensitize the world, and also let the different governments to understand that we are present in their country and that we really need their assistance and their help. So it's very important day to us. بصراحة في البداية إنه أحب أشكر القائمين بالعمل في يوم العالمي للاجئ 20 شهر 6 في كل سنة. العالم تحتفل يوم العالمي للاجئ ونحن لاجئين في دولة تونس. أنا لاجئ من السودان من الدارفور، موجود في تونس قبل سنتين. ف يعني الوضع عام في تونس كلاجئين يعني احنا نوعا ما افضل. I think there's one thing they say, when you communicate your problem, you are like halfway the solution. When you have a situation and you know somebody knows about your situation, you feel relaxed. So a day like this is like a day I just feel relaxed, because people are sharing in my difficulties. Many people are sharing with me, because today you see many people, many who are not refugees, they are with me, they are happy, they are dancing. So they share my burden with me. So it's really a day that takes a little bit of my pain off. نبو قلبي نبو